مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم لقائنا يتجدد يوميا على شاشه النيل للاخبار وبرنامج من القاهره نسلط فيه الضوء على الخبر الابرز وهو اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسه القادمه لفتره رئاسيه جديده. طبعا جاء ذلك في اختتام فعاليات مؤتمر حكايه وطن الذي استمر على مدار 3 أيام تم فيها عرض كل ما تحقق من إنجازات خلال ال4 سنوات الماضية في كافة الأصعدة. سنحاول أن نسلط الضوء على كافة المحاور من خلال تقسيمها على فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى متعلقة بالاقتصاد المصري خلال ال4 سنوات الماضية على ضوء ما ورد في هذا المؤتمر من أرقام تم فيها عرض ما تم تحقيقه في قطاعات عدة سواء في مجالات مشروعات البنية التحتية، مشروعات الطرق، مشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من القطاعات التي أثرت في الاقتصاد المصري سواء في عجز الموازنة وتراجعه أو في انخفاض معدلات التضخم أو في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي أو في انخفاض عجز الميزان التجاري. نعرضها بالتحليل على ضوء ما تحقق وأيضا على ضوء ما هو متوقع خلال السنوات الأربع القادمة. الفقرة الثانية ستكون متعلقة بالسياسة الخارجية بما أنها كانت محور هام من محاور جلسات المؤتمر وهي ترتبط بملف مكافحة الإرهاب ومحاولات مصر لاجتياز فترة من أدق فتراتها على مدار تاريخنا الطويل على ضوء تحدي مكافحة الإرهاب في سيناء بشكل مباشر نيابة عن العالم. كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي سنستعرض أيضا بالتزامن أهم ملامح هذه السياسة الخارجية وإلى أي مدى أفادت مصر في نقل صورة حقيقية عن ما تحقق فيها من إنجازات على الصعيد الأمني أو فيما يتعلق بتصحيح صورة مصر أمام العالم وعودتها إلى دورها الإقليمي الفاعل سواء على الساحة العربية والعالمية طبعا أو حتى على الساحة الأفريقية. بعد الفاصل جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. مشاهدينا جولة أخبارنا في مقدمتها كما ذكرنا في البداية الخبر الأبرز وهو إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام كلمته في اختتام فعاليات مؤتمر حكاية وطن عن ترشح رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة لفترة رئاسية جديدة كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نستمع إليها في البداية. راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية. في نفس السياق ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القدرة العسكرية المصرية مختلفة تماما عما كانت عليه منذ 5 سنوات رغم أنها كانت جيدة وأوضح أن هذه القدرة العسكرية ليست للتهديد ولكن في الأساس هي لحماية بلدنا وتحقيق السلام. واستشهد الرئيس السيسي على عدم استخدام مصر لقواتها العسكرية ضد أحد وأشار في ذلك بالموقف المصري فيما يتعلق بالشأن الليبي قائلا لم نشن عملا عسكريا في ليبيا رغم تطورات الأحداث بها ورغم أن أي دولة كانت في موقفنا كانت ستقوم بعمل عسكري وفي نفس الوقت لم نقصر في حفظ أمننا القومي. معي عبر الهاتف العميد خالد عقاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. سيادة العميد أولا يعني في اختتام المؤتمر وعقب 3 أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه رسميا للانتخابات القادمة. في رأيك إلى أي مدى نجح المؤتمر في نقل صورة واضحة للمواطنين حول 4 سنوات كاملة من حكم الرئيس؟ يعني الحقيقة كنا بإزاء منذ نحو شهر من الآن تقريبا زامن السيد الرئيس إلى نفسه عندما تحدث عن أنه لن يقوم بالترشح إلا بعد أن يقدم كشف حساب شامل لكافة الجهود التي تمت طوال فترة الرئاسة الأولى والتي مدتها 4 سنوات لإطلاع الشعب المصري والرأي العام على كافة ما تم إنجازه وما تم التخطيط ليه والدخول على إنجازات بعض منه، ولا زال في الخطة المستقبلية للدولة المصرية ما هو قادم في إتمام هذه المشروعات أو هذه الخطوات. ولذلك جاء المؤتمر كما تابعه المصريون جميعا على مختلف المحاور الحقيقة، وأن هو كان يقصد بذلك أن يتحدث في كافة الملفات، تناول كل الجهود اللي قامت بها المؤسسات المصرية والوزارات المصرية، تحدث عن الخطة التنموية للدولة المصرية التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014 للمسؤولية امتدادا بهذه ال4 سنوات، تحدث عن المسارات المتوقع أن يكون هناك إنجاز لها في نهاية العام 2018، وأيضا حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في اللحظة الراهنة من خلال ما هو يدور في الوضع الإقليمي والخطر المحيط بمصر في بعض من المناطق اللي لسه يعني على درجة من السيولة وفيها قدر من التهديد والاشتعال بالأعمال الإرهابية وبالنشاطات المسلحة وغيرها. نعم، يعني في هذا الإطار ورغم هذا التهديد كان الرئيس واضح في حديثه عن القدرة العسكرية لمصر، رغم زيادة هذه القوة والحرص على زيادتها إلا أن سياسة مصر لا تقوم على التهديد بل بالأساس لحماية أمنها. هذه النقطة بالحديث عن القدرة العسكرية المصرية ومدى تفوقها خلال هذه السنوات كواحد من الإنجازات، كيف تبعتها؟ يعني الحقيقة جاءت في سياق غاية الأهمية، يعني التأكيد على هذه النقطة أكثر من مرة في حديث السيد الرئيس. الحقيقة كان من البداية هو يقصد بأن الدولة المصرية لديها وزن استراتيجي، والوزن الاستراتيجي للدول والقوة الشاملة للدول القوة العسكرية هي أحد أو أبرز محاورها حتى يمكن الحديث عن دولة مؤثرة، عن دولة لها طابع وبعد استراتيجي وبعد إقليمي في أوزان الإقليم وفي أوزان المعادلات الدولية. هنا كان النهج اللي انتهجته القوات المسلحة بأن هي أثناء ما كانت بتجابه كل التحديات اللي موجودة في الداخل، خاصة وهي بتكافح الإرهاب في الصفوف الأولى إن كان في الصحراء الغربية أو على الحدود الغربية أو في سيناء، ومع ذلك لم تغفل على الإطلاق أن تقوم بأكبر عملية تحديث وتطوير للتسليح الخاص بها ولإدخال أكفأ وأحدث أنواع التكنولوجيا التسليح اللي موجودة النهاردة على مستوى العالم. أصبح الجيش المصري بحمد الله يمتلك هذا القدر من التقدم، يعني كنا بنشتغل على مسارين، وده مش بس كان بيخدم القوة العسكرية ويشكل عامل رادع وعامل أمن للدولة المصرية قد ما هو كان بيصب برضه في النهاية في معادلة الوزن الإقليمي للدولة والوزن الإجمالي للدولة اللي القوة العسكرية كما أشارنا كانت في المقدمة. تمام، وفيما تحقق على الصعيد الأمني، يعني واحد من الملفات أيضا سيادة العميد التي تم التطرق إليها، وهو الأمر يعني ربما يكون واحد من أهم الملفات التي يشعر بها المواطن، تحقيق معدلات الأمن بالنسبة للمواطن العادي لأي مدى هو مهم يعني كي ينصب تركيزه في هذا الملف ومعرفة ما تحقق فيه من خطوات؟ يعني أولا النجاحات في مجال مكافحة الإرهاب، الحقيقة اليوم كان هناك جلسة في العلاقات الخارجية ومكافحة الإرهاب، وهذه الجلسة تم عرض فيها العديد من الأرقام والبيانات اللي بينت أن العام 2017 الحقيقة شهد تراجع كبير جدا في العمليات الإرهابية. ربما هناك عدد من الضحايا لهذه الحوادث، لكن بالنظر إلى قدرات التنظيمات الإرهابية استطاعت الدولة المصرية من خلال مؤسساتها أنها تحطم هذه القدرات في أكثر من ساحة الحية، وده شيء كان هو التحدي رقم واحد لكل الأجهزة الأمنية ابتداء من العام 2013، خاصة أن احنا شفنا
احنا 13 و14 و15 ثلاث اعوام كانوا الحقيقه اعوام ساخنه جدا في هذه المجابهات، اعوام كان الاقليم كله بيشهد ثوره كبيره جدا من عمليات النشاط المسلح والارهابي وامتدادات عبر الاقليم. حقيقه ربطنا ما بين الجهد الدبلوماسي اللي قامت بيه مصر مع الدول المشاركه في عمليات المكافحه من ناحيه، وايضا في مجابهه الدول اللي بتقوم بدعم الارهاب. ما كانش هناك الحقيقه اكثر دلاله سوى ان المجتمع الدولي ممثل في منظمه الامم المتحده اوكل الى مصر شغلها لمقعد لجنه مكافحه الارهاب على مستوى العالم ومتابعه النشاط الدولي بكامله في مكافحه الارهاب، وده الحقيقه كان تقدير يعني يتوج جهد كبير جدا لعبت في الدبلوماسيه المصريه. وقبلها الحقيقه مؤسسه الرئاسه بذاتها الحقيقه الرئيس كان بيقوم بادوار حقيقيه بنفسه في هذا الملف اللي هو فتح لنا افاق كتير جدا جدا في التعاونات الدوليه وترسيخ دور مصر ومكانتها على المحيط الدولي. نعم، اشكرك جزيلا سياده العميد خالد عكاشه مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه. في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الانتخابات الرئاسية القادمة وشكلها الذي يليق بمصر، أكد الرئيس أنه لن يكون حكرا على اختيار المصريين لرئيسهم القادم في الانتخابات الرئاسية، موصيا الشعب أن يختار الأصلح ومن يأتمنونه على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ومحذرا في الوقت نفسه من أي فاسد أن يقترب من هذا المنصب، وأتابع تخيروا واختاروا وكونوا حريصين في اختياركم ولا تعطوا صوتكم إلا لمن ترونه يستحق أن يتولى أمركم. كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كلما استقرت مؤسسات الدولة كلما زاد أداؤها جودة وكفاءة، مشيرا إلى أن أثار ما حدث في أعقاب ثورتي 2011 و2013 أدى الاحتياج مصر من خمس لعشر سنوات لاستعادة استقرارها. أضاف الرئيس السيسي في عام 2011 كنا نقول أن الدولة المصرية تحتاج من 10 إلى 15 عاما لإعادة الاستقرار. هذه الثورة عندما تتكرر مرتين في عام 2011 و2013 في خلال 3 سنوات فإن الدولة وبلا شك تعرضت لهزتين قويتين. وتابع عندما تتعرض مؤسسات الدولة لثورات تتناقص قدرة مؤسسات الدولة الشاملة ويطمع طامعون فيها، مستشهدا بحال الدول المحيطة بنا ورصيد قوى الدول الشاملة الذي تراجع في أعقاب هذه الثورات. الجلسات النقاشية كانت أيضا تشمل الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، أيضا تصريحات هامة في جلسة اليوم التي ناقشت السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب. قال فيها وزير الخارجية سامح شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية فريدة، وهي أن مصر تقيم علاقات خارجية على أسس من الأخلاق المستمدة من الحضارة والديانة التي تحكم سلوكياتنا كمصريين، وهذا توجه فريد من نوعه، وأن مصر لا تتآمر وإنما تعمل للخير والبناء. وأشار شكري إلى أن هناك الكثير ممن يتدرعون بما يقال من مبادئ وحريات وحقوق إنسان، وفي أوقات أخرى توظف تلك المقولات لأغراض سياسية كما شهدنا في قضية الإرهاب، وتوظيف بعض الدول لهذه القضية بعيدا تماما عن هذه المبادئ. معي عبر الهاتف الدكتور أيمن أبو العيلة عضو مجلس النواب. سيادة النائب، يعني عرض الإنجازات وما تحقق، وفي الختام يعلن الرئيس ترشحه لفترة جديدة، إلى أي مدى رأيت أن هذا كان اختيارا مناسبا لتمهيد لترشح الرئيس وإعلانه رسميا الترشح لفترة رئاسية جديدة؟ أولا تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين، وأنا ببارك للشعب المصري أولا على ترشح الرئيس أو عرض الرئيس ترشح، لأن الحقيقة من الواضح أن أنا من وجهة نظري أن هو رجل أنجز ما لم ينجزه أي رئيس في مصر على مدى تاريخها. في مجال قريب استطاع أن أولا دعم الشعب المصري في عدم تغيير هوية مصر
نمرة اثنين ان هو اخترق المشاكل من جذورها، لم يعتمد على تزويق مصر بل اخترق المشاكل من جذورها في جميع المجالات. مصر عادت دوليا من واقليميا ومن ناحية وضعها في الوطن العربي في افريقيا في المحافل الدولية، التوازن الخارجي ما بين الشرق والغرب. الحقيقة آن الأوان ان احنا نستغل قبوله للترشح عشان نؤيده وعشان يكمل المسيرة، وفعلا كما قال ترجع مصر الأمة الفتية الدولة القوية كما يعني يتعشم كل الشعب المصري. نعم. ايضا خلال هذه الجلسة كان هناك يعني حديث واضح من رئيس ائتلاف دعم مصر حول فكرة خطورة هذه المرحلة من انها كانت تتحمل اختيارات ربما تكون قاسية على المواطن وفيها قدر من التضحية بالشعبية، ولكن كان لابد من القيام بها. هذا الامر في رأيك الى اي مدى المواطن يدركه او يتفاعل معه؟ هي دي جرأة الإصلاح، يعني جرأة بداية الإصلاح الحقيقي. لازم عشان تصلحي لازم يحصل أكيد لها معاناة أو مشاكل عشان الاستمرار. فكان لابد من كل الجهات من أول القرار السياسي لحد الدعم التشريعي لحد كل أطراف الدولة وجهاز تنفيذي كله، وطبعا وأولهم الشعب المصري، أن يتفهم المرحلة ويتفهم أنها مرحلة صعبة، وعشان مصر تصلح من نفسها يجب أن يضحي هذا الجيل بجزء من بعض رفاهيته. وبالرغم عن ذلك المواطن ما زال في أمن واستقرار وما زال يرى التنمية. النهاردة في مجال العشوائيات أنجزنا ما لم يمكن إنجازه على مدار سنوات. في مجال الصحة نفس الشيء، قانون التأمين الصحي يكفينا فخرا أن هو على يعني هيبتدي السنة دي إن شاء الله في 2018. مجموعة المشاكل مش عايزة أكرر، يعني من طرق من 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 بنية تحتية استثمار، وإحنا من ناحية تشريعية حاولنا بقدر الإمكان نساهم ونساعد حتى لو كان جات على شعبيتنا أسوة بالسيد الرئيس، اللي هو هذا الإصلاح الحقيقة واقتحامه عشان للأجيال القادمة تعيش وتنعم بمصر الفتية مرة أخرى. طيب الأربع سنوات القادمة هل في رأيك نحن بحاجة لتشريعات أكبر يعني تفيد في هذا المجال، مجال الإصلاح وبقوة، ويعني تحدث المعادلة التي ربما لم تتحقق في السنوات الأربع الماضية، وهو يعني تخفيف الضغوط عن المواطن؟ في رأيك هل يمكن أن يتحقق ذلك خلال السنوات القادمة؟ أعتقد طبعا احنا محتاجين من المزيد أكيد، لكن برضو كان يعني بالناحية الاستثمار اعتقد ان دلوقتي البنية التحتية والتشريعية بقت مهيئة جدا لوجود المستثمرين، سواء من حيث الطاقة من حيث الطرق من حيث المجال من السياحة نفس الشيء. في مجال الصحة اعتقد ان احنا لنا كفاح مستميت في الفترة القادمة لمعركتين مهمين جدا، اهمهم الزيادة السكانية اللي هي قد تلتهم اي نوع من انواع التنمية، واقتحام مشكلة التعليم الذي بدأ في المرحلة الأخيرة، بس المشكلة الحقيقة متعددة الأطراف فلازم نقتحمها. أعتقد المشكلتين دول هيبقوا من أهم المشاكل اللي السيد الرئيس هيوليهم اهتمام، وإحنا وراء من ناحية تشريعية ومن ناحية رقابية أيضا. وبالتالي الشعب المصري أعتقد في حالة المشكلتين دول يتحلوا أعتقد هيبتدي يجني ثمار المرحلة الصعبة اللي مرت بها مصر في الثلاث سنين الأخرانيين. وده الحقيقة مش بس كده، كان في عقود طويلة جدا بعدم اهتمام بأشياء كثيرة. نعم. ومنهم طبعا المجال الصحي والموازنة الصحية والإهمال الذي تم. نعم. يكفينا فخرا ان احنا على صدد الانتهاء من مشكلة مزمنة في مصر مثل فيروس سي، ويكفينا فخرا ان احنا هنبدأ اصلاح تشريعي كامل واصلاح صحي كامل واصلاح من ناحية العشوائيات. يعني الحقيقة زي ما قلت حضرتك إذا كان في تحدي فيبقى التحدي الزيادة السكانية. نعم. والتعليم ومحمو الأمية. أشكرك دكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب.
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اعتبارا من صباح غدا السبت في تلقي طلبات راغب الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتبارا من 16 من مارس القادم ولمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، والسادس والعشرين من مارس ولمدة 3 أيام داخل البلاد. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم تقديم طلبات الترشح بمقر الهيئة بواسط القاهرة اعتبارا من 9 صباحا وحتى 5 مساء يوميا وحتى يوم 29 يناير، والذي يكون تلقي طلبات الترشح فيه حتى 2 ظهرا. دي كانت جولة أخبارنا. نتحدث في البداية عن مؤتمر حكاية وطن وما تم من خلاله من عرض للأرقام الاقتصادية التي تلخص ال4 سنوات الماضية. تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية أهداف عديدة لمؤتمر حكاية وطن. المؤتمر جاء لتوضيح الرؤية أمام الرأي العام المحلي والعالمي حول استراتيجية العمل والإنجازات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد. وجاء التجاوب الكبير من الرأي العام لمؤتمر حكاية وطن ما يعكس المصداقية والشفافية التي يتعامل بها الرئيس السيسي في حل المشاكل والتعامل مع الملفات خاصة ملف التنمية المستدامة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها وإدراك أن توفير هذه الموارد مسؤولية مشتركة. كما أكد الرئيس السيسي أن الهدف من نشر هذه المعلومات هو زيادة الوعي الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن صفاف الشعب المصري وتماسكه ووحدته شرط أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد ومجابهة أي تحديات. كما أكد الرئيس السيسي أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطا أساسيا لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصاديا، مضيفا أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضروريا لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات. إذا مشاهدينا نتوقف الآن مع الأرقام التي رصدت في مؤتمر حكاية وطن، حوالي 50 رقما تلخص ما تم في قطاعات عدة اقتصادية خلال الفترة الماضية. نتوقف عند هذه الأرقام بالتحليل والرصد لما تحقق وتوقع أيضا لما هو قادم. معي في هذا الحوار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بك، مساء الخير دكتور هشام. أولا، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، يعني 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في بداية عام 2014. هل إجراءات الإصلاح الاقتصادي منذ اتخاذ القرار الجريء بتعويم الجنيه المصري كان يعني سبب رئيسي لهذا الارتفاع؟ بالتأكيد، لأنه الحقيقة قبل تحديد سعر الصرف النقد الأجنبي كان معطل دخوله للاقتصاد المصري، دخوله للشرايين الأساسية اللي هو القطاع المصرفي كان فيه مشكلة. الحقيقة مسألة استمرار دعم الجنيه كان بينزل بكارثة اقتصادية، وفور تحرير سعر الصرف حينما تم ضبط السعر التوازني اللي ما بين قوى العرض والطلب المسائل استقرت، وبالتالي بدأت التدفقات بين النقد الأجنبي تتدفق للاقتصاد وداخل القطاع المصرفي على وجه التحديد. مؤكد لدينا عدد من القطاعات اللي هي كانت فيها مشاكل، سواء كان السياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر أو التصدير، كل دي كان فيها صعوبات بالغة. جنبا إلى جنب إنه الطلب على النقد الأجنبي كان متزايد بشدة. طبعا. يعني الحقيقة أرقام الاستيراد
وصلت لحدود 70 مليار دولار، وبيضاف اليوم برضو قدر لا يقل ما بين 10 و20 مليار دولار تهريب. مؤكد انه هذا الطلب العنيف على النقد الاجنبي من قبل المستثمرين كان بشكل مشكله. في الوقت اللي مواعيد النادي الاجنبي كان فيها كمان مشكله، انه الحقيقه ما كانش ممكن نخاطب مستثمرين سواء كان في مجال الاستثمار المباشر او غير مباشر والعمله مدعومه، لانه الحقيقه معنى انه مستثمر ياتي قبل قرار تحييد سعر الصرف وهو يدرك جيدا انه العمله مدعومه في هذه اللحظه او لا تعبر عن حقيقتها، في هذه اللحظه فور تحرير سعر الصرف او وضع العمله في وضع التوازني الصحيح كان معنى كده انه يتكبد خسائر كبيره للغايه، وبالتالي كان كل المستثمرين في التحدث معاهم قبل تحرير سعر الصرف كان الكل محجم عن الدخول. بدايه نوصل لمؤشرات الاقتصاد نضبط سعر الصرف وبعدين مساله تدفق الاسعار سوف تاتي تباعا، وده اللي بالفعل اتحقق. ما يتعلق بالتصدير الحقيقه ايضا في زيادات مقبوله الى حد ما خلال عام 2017، اتصور انه نسب الزياده سوف تستمر وبوتيره متساويه خلال عام 2018 والاعوام التي ستليها، لانه مؤكد مع مزيد من تدفق الاسعار القاعده الانتاجيه بتتسع، الميل والتوجه للتصدير بيتزايد بفعل انه الحقيقه وصلنا لمساله هي الامر الطبيعي انه الانتاج والتصدير مربح، لانه الحقيقه قبل تحديث سعر الصرف كان الاستيراد اسهل واكثر ربحيه من الانتاج، وبالتالي احنا الحقيقه كنا مستمدين في الاستيراد وبنخلق مزيد من فرص العمل في الخارج للاجانب، بنطلع دخلنا للخارج، وده كان امر معيب في الاقتصاد ما كانش ممكن نستمر عليه. وبيخلي اعتمادنا على العمله الصعبه يعني رئيسي ومؤثر في حياتنا جميعا. بالتاكيد في الوقت اللي ما عندناش موارد من النقد الاجنبي، الحقيقه المساله الاكثر اهميه من انه الاحتياطي من النقد الاجنبي تزايد وصولا لرقم لم يتحقق من قبل اللي هو 37 مليار دولار وكسور، الامر الاكثر اهميه انه مصر الحقيقه خلال العام الماضي على وجه التحديد اوفت بالتزامات خارجيه وصلت لحوالي 30 مليار دولار. وده معناه انه على الرغم من الوفاء بالالتزامات الخارجيه وعلى الرغم انه سوق الصرف اصبح به قدر من الاريحيه في بشكل ايه يا فندم الالتزامات الخارجيه؟ التزامات بقى التزامات كانت ودائع مستحقه للاشقاء، التزامات وفقا لنادي باديس، التزامات مديونيه خارجيه بنك الافريقي وغيره، والحقيقه هذه الالتزامات كانت مستحقه خلال عام 2017 ومصر دوما كانت بتوفي بالتزاماتها الخارجيه، ما كانش ينفع نيجي في وقت نقول احنا مش قادرين نسدد، وبالتالي الالتزامات تم الوفاء بيها، الاقتصاد كان بيتحرك في الاتجاه الايجابي، النقد الاجنبي كان وما زال الحقيقه متاح داخل القطاع المصرفي لما يحتاجه سواء كان لفتح اعتماد مستند او للاستيراد، وفي ذات الوقت ايضا انه الاحتياطي من النقد الاجنبي بيتزايد. فالحقيقه الاحتياطي تزايد ومتوقع له مزيد من الارتفاع خلال الفتره القادمه مع تعافي السياحه، مع مزيد من التصدير، مع استمرار الضبط في الميزان التجاري وحركه الاستيراد. ده كله مؤشرات مهمه، لكن كمان الاقصد اهميه من انه صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي مرتفع، الاقصد اهميه انه موارد النقد الاجنبي بدات تتحرك بوتيره متسارعه، وده معناه انه نتوقع خلال الفتره القادمه انه سعر الصرف هيبتدي ينخفض، لكن مش عايزين نتعجل في هذا الامر. يعني هي دي التوقعات انه طالما الاحتياطي النقدي زاد الى هذا الحد كان التوقع او الطموح ان احنا نصل الى انخفاض في سعر الدولار، دي نقطة يعني أكيد محتاجين استرسال في الحديث عنها وفهمها بشكل بسيط لإيضاحها للمشاهدين، لكن اسمح لنا نأجلها لحين توقف مع موجز الأنباء للدقائق مع زميلي أشرف عبد العاطي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، حوارنا متواصل مع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ونقوم بتحليل مبسط لأرقام اقتصادية تلخص لسنوات أربع ماضية من تحقيق إصلاحات اقتصادية مردودها مازال منتظر ومتوقع له الأفضل في السنوات القادمة، كما تم يعني العرض من قبل الخبراء والمتخصصين على مدار ثلاثة أيام في مؤتمر حكاية وطن. دكتور هشام إبراهيم أهلا بك أولا مرة أخرى. تحدثنا عن الرقم الأهم وهو انخفاض أو ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار، توقفنا في الحديث عند التوقع لانخفاض سعر الدولار، يعني خلينا نفهم ببساطة لماذا في هذه المرحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي ليس مرتبطا يعني كما هو متوقع أو كما هو في أذهان الكثيرين بارتفاع بانخفاض لسعر الدولار؟ طب خلينا ما يتعلق بالاحتياطي هي العبرة مش بالرقم.
هي العبرة انه يبقى موارد النقد الاجنبي شغالة بشكل طبيعي. تمام. يعني انا ممكن يكون الرقم 10 مليار دولار وما بقاش قلقان، ممكن يكون 100 مليار ابقى قلقان، لانه هي مواد النقد الاجنبي لو شغاله بشكل طبيعي في هذه الحاله ما فيش قلق على الاطلاق، خاصه انه الحقيقه في الوقت الحالي 37 رقم جيد للغايه وبيغطي وديداتي لنسبه يمكن تخطط ال 7-8 شهور، وبالتالي ده معدل امان جيد افضل كتير من دول خارجيه. ما يتعلق بسعر الصرف، الحقيقه هو سعر الصرف هينخفض تدريجيا مع تحسن نشاط الاقتصاد. مساله انه سعر الصرف ينخفض بسرعه ده معنى كده ان احنا بنرجع تاني المشكله الاصلح، فاحنا مهم قوي انه سعر الصرف لما يعني دلوقتي لو انخفض الدولار مهددين انه نرجع تاني للسوق السوداء وزياده الطلب عليه. ما هو انخفاض سعر الصرف يعني انا في حال انه طول ما سعر الصرف مرتفع ده بيشجع الانتاج، بيشجع الاستثمار، بيشجع التصدير، بيشجع السياحه، وبيقلل من الاستيراد. لو قللت سعر الصرف في الوقت الحالي هيشجع الاستيراد، والحافز اللي انا عامله للانتاج والاستثمار والتصدير والسياحه هيقل. فانا في الوقت الحالي الاولويه بالنسبه لي اني اشجع الانتاج والاستثمار والسياحه والتصدير، دي الاولويه. فلحد لما نحس انه الاستثمار بتتدفق بشكل كبير، الانتاج بدا يتزايد، ارتفاع الاسعار بدا يهدى، التصدير شغال بشكل كويس، لحد لما ده نحس انه بدا يتوازن، في هذه الحاله هو سعر الصرف هيبدا تلقائيا في الانخفاض، لانه المعروض من النقد الاجنبي هيبقى متزايد بشده. يعني هيبقى عندنا مشكله انه النقد الاجنبي كبير للغايه، الاحتياطي بيتم تدعيمه، وفي مرحله ما هيتم الحقيقه الاكتفاء الذاتي في موضوع الدولار، لانه هيبقى عندنا ارقام جيده، وفي هذه الحاله هيبقى ممكن نبتدي نراجع مساله انه سعر الصرف ينخفض تدريجيا. طيب تحسن مؤشرات الاقتصاد اكيد بيرتبط بمعدل الانتاج، بنسبه التضخم، بانخفاض ايضا في معدلات البطاله. بالارقام البطاله انخفضت بنسبه 11.4% من 13.4%، تضخم انخفض من 35% الى 25%. ده المعيار الحقيقي اللي بنتكلم عليه في تحسن مؤشرات الاقتصاد، لانه في النهايه احنا بنتكلم عن شعور المواطن بهذا التحسن. مؤكد انه انخفاض التضخم شاهدناه خلال الاشهر الاربعه الماضيه، متوقع لا ايضا مزيد من الانخفاض. احنا الارقام الاخيره اللي ظهرت في 10 يناير الحقيقه بنتكلم على 22.4% نزولا من مستوى 35، متوقع الشهر الحالي اللي احنا فيه شهر يناير المفترض ارقامه هتعلن فيه 10 فبراير القادم، ان شاء الله هنكسر حاجز ال 20%، وده هيكون مؤشر جيد للغايه. احنا مستهدفات الاقتصاد، مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم هيبقى في حدود 13% في الربع الاخير من هذا العام، اتصور انه هذا رقم احنا من الحقيقه مش بعيدين عنه، واتصور انه ممكن ان يتم تحقيقه حتى قبيل هذا التاريخ. ده معناه انه الموجه العنيفه اللي شاهدناها للتكالب على السلع، حاله الاحتكار اللي احنا كنا شايفينها، حاله المغالاه والجشع من جانب بعض التجار هتبتدي تهدى، وده الحقيقه احنا بدانا نلمسه خلال ايه المعيار في انها تهدى يا فندم؟ هتهدى المعيار لأنه المعروف هو رقابه الاسواق يعني او الشكل المعروف في الاداء. خلينا نقول لو كان احساس الجميع انه الاسعار هتزيد سلوكنا هيبقى عامل ازاي؟ سلوك المشتري هيتكالب على السلع، وسلوك البايع هيتجه لمزيد من الاحتكار، انه يزيد من سعر السلعه كمان ويزيد من سلعه. لو العكس هو اللي حاصل، انه احساسنا انه الاسعار هتبتدي تنزل، فكلنا هنأجل الشراء كمستهلكين، والبائعين هيقبلوا على التخلص من السلع خوفا من انخفاض سعرها. فده اللي حصل خلال الشهرين الماضيين على وجه التحديد. في الحقيقه في عدد من السلع بدانا نشهد انخفاض في الاسعار، اللحوم، الدواجن، الخضروات والفواكه، ده الحقيقه في انخفاض واضح خلال شهرين ماضيين، واتوقع يكون في مزيد من الانخفاض خلال الفتره اللي جايه. يمكن في عدد من القطاعات الحقيقه بحكم ظروفها زي الحديد التسريح زي الاسمنت، لكن ايضا متوقع له انخفاض خلال الفتره القادمه. ده هيشجع كتير انه الانتاج يزيد، انه الاستهلاك يرجع تاني لمعدلاته الطبيعيه، لانه الحقيقه في ظل حاله الخوف اللي كانت بتنتابه الجميع كان جزء مهم بيقبل على شراء اكثر من احتياجاته، تخوفا انه الاسعار هتتجه لمزيد من الارتفاع. فاتصور ان المسائل دي هتستقر، وهنتجه لمزيد من الانخفاض في الاسعار، مش بس علشان هذا الامر، لكن كمان لعدد من العناصر الاقتصاديه اللي هتبتدي تدخل معانا، واهمها وابرزها هو سعر الفايده. سعر الفايده مرتفع للغايه في الوقت الحالي. صحيح.
متوقع مع انخفاض معدل التضخم. يعني احنا الحقيقه عندنا اجتماع لجنه السياسه الناديه في منتصف الشهر القادم، لو ارقام التضخم الحقيقه انخفضت في خلال هذا الشهر انخفاض كبير، يعني بدينا نشوف بقى 17 18 19 متوقع يكون في خطوه حاسبه من جانب لجنه السياسه الناديه في البنك المركزي انه يبتدي يخفض سعر الفايده. لو ارقام التضخم ما نزلتش لهذا المستوى هيبقى معدل اسعار الفايده او تغييره ملجا للاجتماع اللي بعديها هيبقى بعد 6 اسابيع. معنى انخفاض سعر الفايده انه تكلفه التمويل اللي هي عنصر في تكاليف انتاج اي سلعه هتبتدي تنزل، وبالتالي ده هيبقى عنصر هيساعد المنتجين والتجار ان هم يبداوا يقللوا في اسعار البيع، لانه احد اهم عناصر الانتاج اتجه للانخفاض، وبالتبعيه ده هيأثر كمان على كل مستلزمات الانتاج، يعني تكاليف النقل داخل فيها تكلفه التمويل، لانه شركات النقل وما الى ذلك ما هي بتحصل على تمويلات من البنوك. ده رغم يعني رفع الدعم تدريجيا عن الوقود؟ لا، ما هو ده هيبقى خطوه اخرى على الجانب الاخر، احنا مؤكد استمرار ترشيد سياسه الدعم المشتقات البتروليه والكهرباء مستمده معانا. لكن اتصور انه هذه الخطوه هتاتي في توقيتها المناسب بالشكل اللي ما ينعكسش بشكل كبير على موجه التضخم وارتفاع الاسعار مره اخرى. تمام. طيب الرئيس كان في حديثه عن مرتبات العاملين بالدوله تحدث عن الزياده التي حدثت في اعقاب ثوره يناير بمعدل ضخم، يعني يشكل عبئا على الدوله في الوقت الحالي، مع يعني العرض بشكل صريح ومباشر انه يعني في كامل اهتمام من الدوله بالحفاظ على هذه المرتبات. ده واحد من مؤشرات تحسن الاقتصاد، يعني فكره استمرار هذه المرتبات بهذا الشكل، خصوصا وانه الرئيس عرضها بشكل يعني بتفسيره لشكل الاستدانه من اجل توفير هذه المرتبات. هو مؤكد ارقام الاجور في الموازنه العامه ارتفعت بشده. يعني طالعين من 90 مليار بنتكلم تقريبا السنه دي 200 من 80 الى 250 النهارده بنتكلم في موازنه السنه دي 240 مليار 240. مؤكد الرقم كبير، لكن لما نيجي نحسبه او ننسبه للموظفين وعلى رغم من نسبه كبيره، لكن ما زال مستوى الدخل احساس المواطن انه اقل بكتير من احتياجاته. وده ناتج انه الجهاز الاداري للدوله متضخم، لدينا بنتكلم حوالي 6.7 مليون موظف، الجزء الاكبر منهم مش داخل فيه عمليه انتاج حقيقيه بالشكل اللي يكون فيه مردود ايجابي. استمرار هذا الوضع لا يجب ان يستمر، يعني خلينا نتفق على انه الجهاز الاداري محتاج اعاده نظر، محتاج اعاده هيكله لمؤسساته بالشكل اللي نخلق مزيد من المهام ومزيد من الوظائف اللي يكون انعكاسها ايجابي، يكون ليها مردود ايجابي على الموازنه العامه للدوله. لكن خلينا نؤكد على انه مزيد من انتعاش النشاط الاقتصادي هو ده اللي هيخلق مزيد من فرص العمل، ولما هيخلق مزيد من فرص العمل داخل الاقتصاد ككل، في هذه الحاله جزء من اللي بيعمله في الجهاز الاداري سوف ينتقلوا تلقائيا او طبيعيا للقطاع الخاص، لانه هو اللي هيبقى اكثر ربحيه، اكثر تنافسيه، اكثر جوده، وبالتالي اتصور انه ده هيحدث مع مزيد من التعافي للنشاط الاقتصادي. فمؤكد انه زياده الاجور رقم ضاغط على مصدر العمل للدوله، لو بنتكلم على 240 مليار من اجمالي نفقات تقريبا في حدود 1.2 تريليون، فاحنا بنتكلم على نسبه تقريبا في حدود 25% من مصدر العمل رايحه ليه بند الاجور والمرتبات، رقم ضاغط على الموازنه العامه، لانه الحقيقه هو كمان قدر احساس المواطن بانه الجهاز الاداري بيخدم عليه بشكل صحيح كمان ضعيف، لانه احنا لو بنتكلم على 7 مليون على تعداد السكان هنلاقي انه احنا عندنا موظف تقريبا لكل 13 نسمه. الرقم المتعارف عليه في الدول بنتكلم موظف لكل 350، وبنشوف في بعض الدول 600-650 نسمه. وبالتالي على الرغم انه احنا لدينا قدر هائل من الجهاز الاداري من الموظفين الحكوميين، الا انه مستوى الخدمات متدني للغايه. وبالتالي هي الامر ده محتاج اعاده هيكله للجهاز الاداري مؤكد للدوله، ولا مكافحه الفساد ايضا، لانه في هذا الملف كان في خطوات تحققت ايضا، يعني مصر تقدمت 36 مركز على المؤشر العالمي لمكافحه الفساد، وهي يعني قفزه كبيره ان مصر تكون ضمن قائمه افضل 20 دوله في العالم في مكافحه الفساد. في رايك ده بيصب في نفس المنظومه اللي بنتكلم عنها؟ مؤكد، لكن خلينا نسبق الفساد اسبابه ايه؟
يعني اسبابه انه نظام العمل اللي احنا شغالين عليه في الجهاز الإداري نظام سيء، لانه الحقيقه مزيد من الاقتراب. وده الحقيقه النهارده الاستاذ ريس كان بيتكلم عليه، انه احنا عايزين نفصل ما بين مقدم الخدمه وطالب الخدمه، عايزين نقلل فترات الاحتكاك ما بين موظف الحكومه والمواطن العادي علشان ما نخلقش مزيد من الفساد. هي المشكله ان احنا عشان عندنا عدد العاملين في الجهاز الاداري كبير للغايه، فبنوزع المهمه المفترض يقوم بيها شخص بنوزعها على 5 و10. ففي هذه الحاله وفي ظل انخفاض مستوى الدخول، فالموظف بيعتبر انه حصوله على رشوه ده جزء من العمليه تقديم الخدمه. فاحنا لما طالب الخدمه بيعتبر ان ده تسهيل عشان يخلص مهمته او خدمته، فاحنا محتاجين اعاده تنظيم او اعاده هيكله لنظم العمل اللي شغاله علشان نقلل فترات الاحتكاك. يبقى انا بقدم الطلب بتاعي في مكان وبحصل على الخدمه من نفس المكان، مش محتاج ان انا الف بالورق بتاعي على 10 موظفين. وفي مرحله لاحقه مع مزيد من التطور في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هيبقى انا مش محتاج ان انا اروح للجهه الحكوميه، انا هطلب خدماتي من خلال مواقع الكترونيه والخدمه هتجيلي، وبالتالي يبقى مفيش احتكاك ما بين طالب الخدمه ومقدم الخدمه، وبالتالي نقفل كل ابواب الفساد اللي مفتوحه في الوقت الحالي. دي مسائل هتاخد وقت، لكن الحقيقه بمزيد من الاهتمام من جانب الدوله في ظل استراتيجيه الاصلاح الاداري، اتصور ان احنا ممكن ننجح فيها. وبالتالي ترتيب ومركز مصري على مؤشر محاربة الفساد، اتصور انه هيتحسن كثيرا خلال الفتره القادمه. طيب، قطاع الكهرباء من القطاعات اللي تم فيها انجاز تقدم كبير، تخصيص 70 مليار جنيه لانشاء شبكات نقل ومحطات تحكم متطوره للكهرباء، طبعا فضلا عن توقيع اتفاقيات بحث واستكشاف الغاز. ده يعني بيدي اي مؤشر فيما هو قادم، لانه هذه القطاعات هي يعني متحكمه ايضا بشكل رئيسي في تحسن مؤشرات الاقتصاد. القطاعين دول تحديدا كانوا من اكثر القطاعات الضاغطه على الوضع الاقتصادي خلال العوام الماضيه. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المنازل بيصعب مستوى معيشه الناس، وكمان ليه تكلفه، واستمرار انقطاعه على المصانع والشركات كان بيأثر بالسلب على حجم الانتاج طبعاً، وكان بيؤدي لارتفاع الاسعار. مؤكد انه التحسن الكبير اللي طلع على قطاع الكهرباء ساعد كثيرا في تحسين مناخ الاستثمار، وساعد كثيرا في انه مستوى المعيشه يبتدي يتحسن، المواطن اللي يشعر بمزيد من المعاناه. خلينا نشير الى انه القدر اللي انفق على انشاء محطات جديده وحديثه وفقا ل افضل تكنولوجيا على مستوى العالم، رقم كان كبير للغايه. والحقيقه المساله تعدت مجرد ان احنا بنبني محطات تقليديه، لكن ده كمان بيتمشى مع استراتيجيه مصر في مجال الطاقه الجديده والمتجدده، وانه اصلاح مؤشرات الاقتصاد ده ساعد انه يبقى في استثمارات من القطاع الخاص داخله لمجال الطاقه الجديده والمتجدده، سواء كان في طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه. الجانب الالماني كان ليه يعني القياده في هذا المجال. الامر الثاني الحقيقه الاكثر اهميه، وده الحقيقه اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي ما كناش بنعمله فيما سبق، ان احنا مش بس بنعمل محطات حديثة، لكن كمان بنهتم بشبكة التوزيع، لأنه ما ينفعش أبني محطات حديثة وتظل شبكة توزيع الكهرباء زي ما هي. وده اللي بيتم حاليا في الوقت الحالي، أنه الحقيقة الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء الحقيقة بتتحرك بشكل قوي للغاية، وحصلت على تمويلات كبيرة من القطاع المصرفي علشان تعيد تأهيل البنية الأساسية اللي هي بتصل لكل المنشآت لكل المنازل، وبالتالي يبقى اقتصادات التشغيل جيد. لانه لا. فيما سبق لو انا ببني محطات حديث وشبكه التوزيع فيها خلل، فده معناه انه في فاقد هيحصل من الشبكه. فاللي بيتم فيه قطاع الكهرباء الحقيقه امر كبير للغايه، مهم، كنا محتاجينه بشده علشان المواطن وعلشان المستثمر. ما يتعلق بقطاع البترول والغاز الحقيقه من القطاعات اللي الحقيقه كانت ضاغطه بشكل عنيف ليه على الوضع الاقتصادي. احنا كنا بنحتاج تقريبا 18 مليار دولار سنويا لاستيراد مشتقات بتروليه. هذا الرقم انخفض بشده، بنتكلم على 19 مليار دولار في الوقت الحالي. اتصور مع نهايه عام 2018 الرقم هنتكلم على 5-6 مليار دولار، وبالتالي الضغط اللي كان عامله قطاع البترول والغاز على النقد الاجنبي وعلى الموازنه العامه بدا يقل. بل على العكس، بدينا نستقطب استثمارات اجنبيه كبيره في هذا المجال، لانه الحقيقه اصبح من القطاعات الجاذبه بشده للاستثمارات الاجنبيه، واتصور انه هذا الامر سوف يستمر معنا خلال الفتره القادمه. اشكرك جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. حاولنا نلخص الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي كما عرض في مؤتمر حكايه وطن، وكما لخص 4 سنوات كامله من جهود دبلوماسيه على اعلى مستوى لتحسين صوره
مصر خارجيا وعودتها لريادتها في المحافل الدولية، والأهم الخطوات التي أنجزت على طريق ملف مكافحة الإرهاب. بعد الفاصل مع ضيفنا الأستاذ أحمد ناجي أمح، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. على هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة نقاشية حملت عنوان محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة. خليني أقف عند على الموقف الدولة عندما تتعرض لثورات، عشان ده أمر منتهى الأهمية أن احنا نعرفه. الدولة لما تتعرض لثورات، هي الدولة عبارة عن مؤسسات مختلفة زي ما انتم عارفين كلكم. هذه المؤسسات كلما استقرت الدولة وتناغمت مؤسساتها، كلما كان أدائها يتسم بالقوة والتميز. والعكس يحدث عندما تتعرض الدولة لثورة، تتراجع مؤسسات الدولة ويمكن أن تتفكك وتتحلل. وعندما تتفكك وتتحلل، إعادة بنائها مرة تانية بيحتاج جهد، مش جهد بشري، لا جهد حتى بين هذه المؤسسات التي تفككت والتي يمكن أن تتحلل. الجلسة بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن تطورات ومسيرة سياسة مصر الخارجية وتحركاتها على الساحة الدولية. وخلال كلمته تحدث السيد الرئيس عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرا إلى أن استعادة تماسك أركان الدولة وإعادة بنائها كان من بين الأهداف والإنجازات الملحة التي عمل سيادته على تحقيقها خلال السنوات الماضية. إنما عندما تتعرض مؤسسات الدولة لثورات، يتناقص وزن قوى الدولة الشاملة وتتراجع، ويطمع الطامعين فيها ويسهل التدخل في شؤونها. وأتصور أن أنتم يعني شايفين حوالين مننا الدول اللي حوالين مننا لما حصل فيها عدم قدرة على استيعاب الموقف واستعادة الوضع بشكل جيد. النهاردة كل اللي بيحدد مصائر الأمم مش أصحابها، اللي بيحدد مصائر الأمم مش أصحابها. دي نقطة مهمة كمان تعملوها. ثالث نقطة ودي مهمة جدا، كل من كان ليه طلب عندك، كل من كان ليه طلب أو مصلحة عندك ولم يستطيع أن يأخذها وانت متماسك، جدوره ياخدها، جدوره إيه ياخدها. طيب يبقى إعادة البناء، إعادة البناء هتبقى محتاجة ان وزن قوى الدولة الشاملة لازم يتعاظم. الجلسة تناولت أيضا التهديدات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، والتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب المصري من أبنائه الأبرار في سبيل التصدي لهذه الآفة. ولاد مصر، ولاد مصر، شباب من كل حتة فيك يا مصر، من الصعيد ومن كل حتة، ريف، من القاهرة، كام حد يعرف بس اللي الصاب، يعني اللي عنده المصاب، اللي هو اللي فقدت زوج أو فقدت أب أو أم فقدت ابن، هم بس اللي يعرفوا. وانا ما اقصدش بكده ان احنا مش يعني مش حاسين بيهم كشعب، لكن انا بسجله بحيي المعاني فينا كلنا عشان تعرفوا حجم الثمن اللي اتدفع والمفروض ما يدفعش تاني. المفروض ما يدفعش اثمان زي كده تاني. كما شهدت الجلسة قيام عدد من السادة الوزراء والخبراء بطرح رؤيتهم إزاء عدد من ملفات السياسة الخارجية والتحركات المصرية حيالها، مشيدين بالانفتاح الواضح لمصر على أفريقيا. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل.
سنوات اجتزنا فيها فترة من أدق المراحل في تاريخنا الطويل، هذا ما يلخص ما تحقق على الصعيد الأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب. نناقش هذا الملف كما عرضه الرئيس اليوم في حديثه في جلسة السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب على هامش مؤتمر حكاية وطن الذي اختتم منذ لحظات بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة. أرحب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. ربما يعني الحديث عن الخطوات التي تحققت على الصعيد الأمني لخصه الرئيس باستشهاده بأوضاع دول المحيطة أنها لم تعد تتحكم في مصيرها. هذا الاستشهاد أو هذا المثال إلى أي مدى كان هو معبر عن حقيقة ما تحقق على الصعيد الوطن الأمني؟ الملف اللي احنا بنتكلم فيه ملف السياسة الخارجية المصرية والنجاحات الحقيقية للسياسة الخارجية المصرية، واضح ان احنا لازم نطور شوية المفهوم ولازم نفكر الخطوات اللي خدتها الدولة المصرية في هذا المجال هل كان لها ان تتحقق الا لو الدولة المصرية رجع تقف على رجليها، رجع يبقى عندها اقتصاد، رجع يبقى عندها مؤشرات على تحسن اقتصادي قادم. كلنا بنعاني، كلنا عندنا مشاكل، انما احنا بنستحمل لان احنا قلنا بنبني لبكره. في فرق كبير جدا بين انك تقف في محلك سر وانك تتعرضي للانهيار وبالتالي تفقدي كل مقاومات الدوله وتفقدي كل القدره على التاثير، وبين انك انت تخرجي من هذه الكبوه، انك انت تقفي على رجليكي، انك انت تبتدي مرحله جديده. طب باختصار شوية ايه اللي بيحصل في مصر؟ اللي بيحصل في مصر ان مصر زيها زي دول كتير في المنطقة العربية كانت مستهدفة وبمخططات واضحة تماما ومستمرة هذه المخططات حتى هذه اللحظة لاستهداف الدولة الوطنية. كتير من الدول العربية للأسف انهارت. التأثيرات كانت كبيرة جدا، المد المؤامراتي من الأجهزة المخابراتية في الخارج كان كبير جدا، الأطراف المتعاونة في الداخل كانت كتير جدا. الدولة المصرية لأنها بتتعامل بشرف في كل الملفات ما خدتش أي إجراء عقابي تجاه حتى من تثبت عليهم مثل هذه الاتهامات. صحيح. وابتدت تتحرك في مسار مختلف بعد ثورة الشعبية بتاع 30 يونيو، ابتدت تتحركي في مسار مختلف نحو تثبيت الدولة. كان أهم حاجة أن الدولة المصرية تتمكن من تثبيت نفسها، عشان كده كان الإجراء المهم جدا أنك تعملي دستور، تستكملي مؤسساتك، يبقى عندك برلمان، يبقى عندك حكومة، يبقى عندك شكل دولة، يبقى عندك رئيس جمهورية. كل ده الدولة المصرية كانت بتشتغل عليه. الفترة دي كانت توقيت في منتهى الحساسية، الفترة دي هي الفترة اللي الدولة المصرية تزايدت عليها الطعنات، وعايز المصريين بس يفتكروا هما بيبصوا للمشهد حال الدولة المصرية بعد 30 يونيو وحال الدولة المصرية النهاردة عامل ازاي، لانك مستحيل كنت هتقدري تعملي هذا التأثير في سياستك الخارجية من غير ما يكون في دولة ابتدت تعمل نوع من انواع التوازن في المستوى الداخلي وتبتدي تحقق مؤشرات تنمية حقيقية تعترف بها كتير من الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة بالشأن الاقتصادي. نعم. بعد 30 يونيو 2013 انت كنت امام مشكلة كبيرة جدا، كنت امام دوائرك بتاعه الامن القومي، دوائر تم اختراقها ودوائر انت متقطعه علاقتك فيها متقطعه. الدائره الاقرب ليكي كانت الدائره العربيه، خلاص تقريبا انت عندك دوله صغيره قزميه بتحاول ان هي تناطح الدول العربيه، وكانت شريك في التامر على الدول العربيه من قبل 2011 لغايه احداث 2011 وما تلاها. هذه الدولة ما زالت تناسبك العداء حتى هذه اللحظة. بس بعد بس تحققت خطوات عربيا على الأقل في كشف تمويلها ودعمها للإرهاب. اللحظة الفارقة دي لحظة 30 يونيو، عايزين نفتكر المشهد ازاي كانت حاطة ايديها في ايدين الأطراف المعادية وقوى الشر في الداخل والخارج، وازاي ان هي كانت بتدعم النظام التنظيم الإرهابي اللي كان بيحكم الدولة المصرية، وازاي ان هي كانت بتحث دول العالم على ان هي لا تعترف بهذه الثوره انها ثوره شعبيه بل ان هي انقلاب عسكري. لازم نفتكر المشهد ده يا مصريين علشان الدنيا ما تتوهش مننا، ولازم في نفس الوقت نفتكر موقف
الشريف للمملكة العربية السعودية. ازاي المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت قدرت تدعم الدولة المصرية؟ ازاي الامارات العربية المتحدة قدرت تدعم الدولة المصرية؟ ازاي الكويت قدرت تدعم الدولة المصرية؟ بقدر ما كان ده موجود، انما ده كان الادراك المبكر، الادراك المبكر من الدول دي انه بدون الدولة المصرية وذهابها كما ذهبت كثير من دول العربية في المنطقة معناها تهديد مباشر لبقاء هذه الدول وهذه الشعوب. خلينا نبص على الدائرة الأفريقية وخلينا نشوف المشهد، انك انت كنت مهددة بالاستبعاد من الاتحاد الأفريقي. نعم. تلميذ العضوية طبعا كان بالزبط. قرار الاتحاد في عقب ثورة 30 من يونيو، ده امر واقع، ده امر كان موجود. يعني ان هم شوفي نفوذ هذا التنظيم الإرهابي وقدرة التنظيم الدولي بتاعه على التحرك والتأثير، لأن الدول الأفريقية أنت لحظات ابتعادك عنها سمحت بتغلغل الطرف المعادي ليكي في قلبها، وإزاي ابتدوا يأثروا كلهم بالتفاعل، تفاعل مؤامراتي كبير جدا على الدولة في اللحظة دي. الدائرة الأوروبية، وطبعا مش عايزين يعني نفتكر مين اللي وقف معانا في أوروبا ومين الدول اللي نصبتنا العداء، المملكة المتحدة، ألمانيا، دول كانت رافضة تشوف اللي بيحصل في الدولة المصرية باعتباره ثورة شعبية. والدائرة الأبعد دائرة يعني دائرة اللي هي الأسيوية، يعني باستثناء بقى الصين وروسيا اللي هي يعني نصها هنا ونصها هنا، هم اللي قدروا يعملوا نوع من أنواع التوازن حتى في الملف الدولي، ان دي ثورة شعبية فعلا، ثورة شعبية مصرية حقيقية. الامريكا والامريكتين، الدائرة الاخيرة انت بتتكلمي على دولة هي الشريك الرئيسي والداعم لكل هذه التنظيمات، ونفتكر المشهد من 25 يناير الولايات المتحدة الامريكية اخذت موقف، النظام الامريكي الديمقراطي في التوقيت ده اخذ موقف من الدولة المصرية، ما كانش عداء مع نظام بس، لا كان عداء مع دولة. نعم. عداء مع دولة عايز يتمكن منها عبر اذرع مختلفة تتمكن من ان هي تسيطر على الامور في هذه الدولة. عبر جماعة الاخوان. طبعا تنظيم الاخوان الارهابي. فخلينا نقول ان احنا مشينا بعيد جدا. دي كانت حالة البلد، وعلى المستوى الداخلي انت منهارة اقتصاديا. مفيش حركة سياحة، طبعا بالنظر الى الجمعة اللي المصريين لازم يفتكروا عشان المصريين ما ينسوش. الجمعة المتكررة اللي انت كنت بتفقدي فيها كل ميزة للترابط الاسري والقدرة على الخروج والترفيه والى اخره ما كانش موجود. القدرات الامنية محدودة بعد ما ضربوا اقوى جهاز معلومات في الشأن الداخلي، جهاز امن الدولة. ازاي ان هم هاجموا الشرطة المصرية واضعفوا من قدراتها بصورة كبيرة جدا. خلي بالك حالة الفوضى اللي كانت موجودة في الشارع عاملة ازاي، لسه متأثرين باللي حصل ده لغاية النهاردة. لسه متأثرين باللي حصل ده لغاية النهاردة. بس امنيا يعني نسبة التأثر اكيد يعني شبه انتفت تماما. انت بتعيد بغض النظر يعني عن العمليات الإرهابية. بتعيدي بناء، بتعيدي ما انا بقول لحضرتك احنا بس عايزين نفتكر اللحظات دي علشان نقدر نشوف حالنا بقى عامل ازاي، حالنا بقى عامل ازاي. انا مش عايز بس ان احنا تبقى المقارنة علشان ما ننساش احنا كنا فين وبقينا فين. على الصعيد ده انت دولة مش قادرة على الصعيد الداخلي تعملي اي نوع من انواع الانجاز، دولة شبه ميتة. المعاناة بتاعت المواطنين زادت جدا، عشان ما ننساش كانت معاناتنا شكلها عامل ازاي. فكنت مضطرة انك تعملي هذه الثورة الشعبية، الشعب هو اللي اتحرك، الشعب هو اللي جاب هذا التنظيم الإرهابي للحكم، هو اللي وصل رئيسه لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الشعب ده اللي في أقل من سنة نزل شال كل الكلام ده، لأنه الشعب شاف بعينيه نتيجة التجربة دي عاملة ازاي وهتوديه لفين. فلازم نبقى واخدين بالنا واحنا بنحكم احنا كنا فين وبقينا فين، لأن احنا ابتدينا نمارس حياتنا الطبيعية مرة تانية وننسى كل اللي حصل ده. فالنهاردة انت واقفة على من اول 2015، انا تصوري ان بدء العودة بقوة لمصر في الساحة الخارجية والساحة الدولية هو عام 2015، وتحديدا كان تقريبا في شهر 5 2015 لما السيد الرئيس اعلن عن احياء المبادرة العربية تاني بشأن القضية الفلسطينية. مصر عندما تتحدث على فلسطين من هذا المستوى الحديث مختلف. ومصر عندما تتحدث عن هذه القضية من خلال مبادرة عربية الرئيس كان بيتحدث عنها، العالم تلقفها وابتدى الشغل عليها. اللحظة دي كانت لحظة فارقة، ان الدولة المصرية قدرت تقف على رجليها. مش عايزين ننسى في كل ده التطورات اللي كانت بتحصل في الدول اللي حوالينا. الدول اللي حوالينا دول انهارت، حدودنا مهددة،
الحد الغربي بتاعنا الدولة الليبية انهارت تماما وتفككت، الحد الشرقي بتاعنا الحدود مستباحة من خلال غزة والأنفاق دي يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات وكل حاجة، الحدود الجنوبية في قدر كبير من التهديد، وفي كل ده وفي كل ده الدولة المصرية بترجع، عشان المصريين ما ينسوش، رجعنا شكل الدولة، رجعنا المؤسسات الدولة، ابتدى يبقى فيه التزام بدستور الدولة، ابتدت مؤسسات الدولة تشتغل، ابتديتي تاخدي شكل الدولة وابتديتي عملية البناء، واللي هي كانت متلازمة في نفس اللحظة مع مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب. مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب وعملية البناء والتنمية معضلة كبيرة جدا، بس ده شعب عظيم عشان كده قدرنا نوصل للي احنا فيه النهاردة. في معاناة كبيرة كلنا بنعانيها، كلنا متقبلينها وراضيين. أتصور أن القطاع الأعظم من الشعب المصري متقبل على الأقل متفهمها، متفهم الأسباب، لأنه جواه أمل كبير في بكرة، جواه أمل كبير في بكرة، وجواه أمل وهو شايف كم هذه المشروعات التنموية والاقتصادية العملاقة اللي بتتفتح، أن يعني جني الحصاد قرب، خلاص قربنا قوي من المرحلة دي. فده الشكل اللي احنا كنا شغالين عليه. لما ابتدينا في 2015 الدولة المصرية اطلقت مجموعة من المبادئ والثوابت الرئيسية في السياسة الخارجية بتاعتها، ودي كانت مهمة جدا انك تستعيدي دورك ومكانتك الاقليمية تانية. وبرضو لازم نفتكر لما اطلقنا مجموعة الثوابت دي في 2015 مش كل الدول العربية بتاعتنا كانت دول مجمعة على التلاقي عليها او الاتفاق عليها. كان أهم مبدأ من المبادئ دي يعني عدم السماح بسقوط هوية الدولة الوطنية العربية، يعني عدم السماح بسقوط ليبيا، عدم السماح بسقوط سوريا، عدم السماح بسقوط العراق، لأن ده تزامن بعد 30 يونيو على طول بإنشاء تنظيم داعش في العراق وانتقل إلى سوريا وحاول أن هو يزيل الحدود بين الدولتين ويبقى تنظيم عابر للحدود الجغرافية. فهنا الدولة المصرية تمسكت بالمبدأ ده، مبدأ رئيسي بقى من مبادئها، عدم السماح بسقوط هوية الدولة الوطنية العربية. المبدأ الثاني اللي كان مهم جدا الحفاظ على استقلال القرار الوطني وتملك الإرادة الوطنية المصرية اللي نبع من الهوية بتاعة الدولة المصرية، واللي نبع من المصلحة الوطنية المصرية، واللي بتحقق الأمن القومي المصري اللي هو قوام الفرد المصري. الأمن القومي في تعريفه البسيط جدا هو حماية حق المواطن المصري في أنه يعيش حياة آمنة كريمة يقدر من خلالها يمارس كل أنشطته دونما وجود أي تهديد. تتعقد مستوياتها لما نبتدي نخش في ايه اللي ممكن يهدده وازاي الدولة ممكن تتحرك على أصعدة مختلفة علشان تحمي الأمن القومي بتاع الفرد الواحد ده، ده بيحصل. إنما ده ببساطة لما بنتكلم على الأمن القومي احنا بنتكلم على أمن الفرد ده وتأمين حقه في الحياة. طبعا ممكن أضيف حاجة تانية للمعضلة اللي حضرتك تحدثت عنها، مكافحة الإرهاب وتحقيق مشروعات تنموية، يعني تعمل على بناء الدولة وزيادة قدرة الدولة العسكرية. هذا الأمر أشار لي الرئيس أنه زيادة القدرة العسكرية وتسليح الجيش المصري تم بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، وليس للتهديد وإنما لحفظ أمن وأمان هذه الدولة. دي بقية المعضلة الصعبة اللي تحققت في 4 سنوات. مش معضلة صعبة، بس هقول لحضرتك ده ايه. ده بالظبط لما بنتكلم على المبدئين الرئيسيين دول، نضيف ليهم بس مبدأ ثالث مهم، وهو حق إنشاء الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ووفقا لحقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته القدس الشرقية عاصمة لي، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين بعد الحروب. ويعني دي مبادئ عامة كده الدولة المصرية لما حطتها هي بتحطها لأن دي ثوابت عندها، بالإضافة طبعا إلى مكافحة الإرهاب. ده حاجة أضافتها الدولة المصرية لثوابتها، إن العالم بقى مطالب النهاردة، ويمكن إحنا اكتسبنا مؤخرا إن إحنا خدنا حق من حقوق الإنسان الجديدة اللي هو حق مكافحة الإرهاب. لما بنتكلم على الدوائر، لما كنا بنتكلم على الدائرة العربية والدائرة الأفريقية وقلنا موضوع الاتحاد الأفريقي، أنت عندك مهدد رئيسي. يمكن وإحنا بنتكلم عن تهديد الحدود المصرية كنا بنتكلم على تهديد ممكن يجي من السودان، إنما بقى عندك للأسف في لحظة ضعف الدولة المصرية تجرؤ البعض إن هو قدر يعمل حاجات ما كانش قادر يعملها، وده كان الخطر على الدولة المصرية إن هي دولة تقع فيتكلب عليها أعدائها.
اعدائها اشتغلوا عليها، ابتدت تطلع مشروعات تهدد فعلا الامن القومي المائي المصري مثلا. بس خلاص الموضوع طلع. طب اتعامل معاه ازاي؟ الفكره بنتعامل معاه ازاي؟ اتعامل معاه ازاي مع ثوابت السياسه الخارجيه المصريه التي لا تستعدي احد؟ ده بقى بيضاف لي المبدا الرابع او الخامس اللي احنا بنتكلم في المبادئ اللي احنا بنتكلم عليها، ان مصر دوله شريفه. دي حاجه كانت معلنه من 2015 من اول خطابات السيد الرئيس، انه كان بيتحدث ان السياسه الخارجيه المصريه سياسه خارجيه شريفه، ومصر لا تتدخل في شؤون دول اخرى، اي دوله اخرى، ما بالك بقى بالاشقاء او الدول الشقيقه او الدول اللي بتربطنا بيها علاقه حياه. هو رفض حتى التطاول عليهم اعلاميا حتى فيما يخص الدوله قطر، دوله قطر يعني الجميع بالزبط. الجميع. فهنا دي صوره الدوله المصريه. طب انا بعمل ليه القوات المسلحه؟ ليه التحديث اللي بيتم في القوات المسلحه والتحديث في افرع الرئيسيه للقوات المسلحه مش تحديث في فرع واحد بس؟ لا، ده كافه افرع القوات المسلحه بيتم تحديثها في توقيت واحد. وبالاضافه لده وده الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه على احدث المستويات، وان هو يسافر ياخد دورات في الخارج، وانه يستكمل دراساته العليا بالكامل. ده كلها مصدر قوه يتزامن معاه استعاده مقدرات جهاز الشرطه المدني ودعمه وتوفير ما يحتاجه علشان يقدر تاني يقف على رجليه بعد ما تم تدمير عدد كتير جدا من مدرعاته وعربياته اللي شفناها كلنا في مشهد أليم جدا على الدولة المصرية، نتمنى انه ما يتكررش. واللي تزامنت برضو مع حرق مقار 99 اسم مثلا او عدد من المديريات في على مستوى المحافظات المختلفة. طيب كل اللي بيحصل ده، كل اللي بيحصل ده وتيجي مشاكل زي المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دي، طب هل القوات المسلحة اللي احنا بنعملها دي بنعملها بس علشان نستخدمها كسلاح ضد طرف ممكن تربطنا بيه مصالح حياة مشتركة يومية حتى؟ ده مش ممكن يحصل. اللي بتعمله الدولة المصرية دي كان علشان تأمن أمنها القومي، علشان تأمن حقنا في الحياة، عشان تأمن عملية التنمية اللي بتتم. خلي بالك من ضمن عمليات التنمية اللي بتتم اكتشافات الغاز اللي ابتدت تتكشف، تأمين حق المرور في قناة السويس خاصة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة. فبالتالي أنت لا عملنا الأسطول الجنوبي، جبتي مجموعة من الطيارات الحديثة اللي تستطيع الاشتباك والطيران إلى مسافات طويلة لتأمين منظومة الجو المصري. بتشتغلي بالمفهوم ده علشان تحمي مقدرات الدولة المصرية، عشان تخلي تحافظ على قدراتها، قادرة توفر لمواطنها حقه الطبيعي في الحياة. ما خلتش المواطن طول الفترة دي، وده أنا كنت دايما بقول إن المواطن لازم يعيش حالة الحرب اللي الدولة عايشاها. هو المواطن يتصور إن إحنا عايشين بس حياة طبيعية. يا فندم يعني لو رجعنا لأي عملية إرهابية كبيرة هزت مصر يعني وقدرت إن هي تخترق أو تحاول عبثا أنها تخترق حدود مصر واستقرارها، هنا المواطن بيشعر بالخطر، وده بنشوفه من حالة الالتفاف الشعبي والحزن الشديد، والرئيس أشار لده أيضا، يعني الحزن اللي بيلم بالمواطن المصري عند كل حادثة إرهابية. بس أنا مش عايزه حزن عرضي، أنا عايز إدراك. إحنا كنا لازم نخلق إعلام يخلي الناس يشعروا إن في تنمية بجد وإن إحنا بنحارب بجد. المعضلتين دول بيتعملوا إزاي؟ أنت مش حاسس بالإرهاب ليه؟ لأن في شباب منك في القوات المسلحة وفي الشرطة المدنية هم اللي حايشين الإرهاب ده عنك، هم اللي بيضحوا بأرواحهم. والسيد الرئيس أشار إن في عمليات كتير الناس ما تعرفهاش. صحيح. مش من الـ الـ يعني إن في مثلا شهداء بيسقطوا وما بيتمش الإعلان عنهم، لا، إنما في عمليات تم إحباطها كتير. يتم تجنبها، إحباطها. الإحباط والمداهمات وإلى آخره. أنت مش عايزة من 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 شرف الدولة المصرية إن هي مش عايزة تخلي المواطن يشعر بهذا الذعر، عايزة يعيش حياة منتظمة. طب إزاي الإعلام يا فندم يشعر المواطن أو يقوم بهذا الدور؟ المعالجات يا فندم، يعني أنا لازم أكون حريص. يعني ما هو مش ممكن هيبقى السيد الرئيس أو بيفتتح مشروعات، ما بيفتحش المشروعات دي علشان تتحسب لاسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي بتتحسب للدولة المصرية. وهو كان قايل بيقول ده النهاردة إن إحنا كلنا بنبني لمصر، وهو بيتكلم الكلام ده. أنا مش ممكن تبقى في افتتاحات النهاردة الصبح وبالليل الإعلام بتاعي في وادي تاني خالص.
الاعلام بتاعي يا جايب قضيه جدليه، يا جايب قضيه واحده متخانقه مع جوزها، يعني المنظومه تشتيت الوعي العام دي مش مطلوبه. انت لما بتعمل ده الهدف منه ايه اللي انت بتعمله؟ او تبقى افتتاحات كبيره، يعني انت عندك برنامج التوك شو بتاعك كل يوم، او عندك برنامج التوك شو بتاعك كل يوم، اشتغلي زي ما انت عايزه او اشتغل زي ما انت عايز على القضايا اللي انت عايزها، بس في اليوم ده على الاقل خصصه لمصر يا اخي. خلي المصريين يحسوا ان البلد بتتغير، خلي المصريين يشوفوا، خلي ليك معالجه مختلفه. لان انا لما هتناول قضايا التنميه دي انا مش هتناولها من منظور اللي حصل واجيب البنايات، ولا انا ممكن اجيب زي ما حصل النهارده، اجيب شاب زي المهندس محمد هاني اللي اتكلم ده يعرض لتجربه شباب. ما هو في شباب كتير بيشتغلوا هناك ما حدش يعرف ده، الشعب المصري ما يعرفش، الشعب المصري متخيل ان القوات المسلحه هي التي تقوم بكل اللي بيحصل ده، هذا امر غير صحيح. القوات المسلحه تنظم وتدير عمليه البناء والتنميه زي ما هي بتتصدى بايديها الثانيه وتحمل السلاح دفاعا عن هذا الشعب ودفاعا عن هذا الوطن. طب انا اعمل ايه كاعلام؟ انا كمفروض مثلا انتقي مثل هذه الحالات، مثل هذه النماذج، اخلي الشباب عنده امل مختلف في بكره، شايف ان في شباب غيره بيعمل دور مختلف في هذه الدوله. طب القوات المسلحه اللي انا بحدثها دي كلها بتامن لي قناه السويس، بتامن لي اكتشافات البترول والغاز، بتامن لي الاجواء المصريه، بتتدرب وتكون على استعداد، لان لو ما عنديش ده انا مهدد. لو ما عنديش هذه القوات الحديثة والمسلحة أنا مهدد. ومش معنى ده أن القوات المسلحة المصرية ما كانتش على نفس الكفاءة أو القوة، بس أنت رفعت قدراتها أكثر نظرا للتحدي الإرهاب. مش تحدي الإرهاب، نظرا للتحديات الأخطر اللي بقت محيطة بيك. التحدي مش تحدي إرهاب بس، أنت بتكلمي على تحديات وجود النهاردة. فأنت محتاجة أداء مختلف ومحتاجة إمكانيات مختلفة. أنت بتحاولي تسيري كل حاجة في نفس التوقيت، ودي معجزة بيعملها شعب لان ابنائه اللي في القوات المسلحه واللي في الشرطه هم زيهم بالظبط زي ابنائه اللي بيبنوا وبيعمروا. النماذج دي كانت لازم تظهر للناس. انا لما بجيب القوات دي انا ما بوجههاش تجاه ازمات من مثل هذا النوع، مش ممكن ان انا هستخدمها تجاه دوله زي السودان او تجاه دوله زي اثيوبيا، لان مبدا رئيسي سادس في مبادئ السياسه الخارجيه المصريه اعلاء قيم الشراكه والتعاون، وان دي تبقى لغه التعامل بين مصر وجيرانها. مصالحنا مشتركه، ليه اخلق مثل هذا النوع من العداء؟ ممكن نتراضى، ممكن نتوافق. عشان كده لما تيجي تبصي على الملف الاثيوبي مصر ماشيه فيه الى اخر مدى وفقا للقواعد القانونيه وفقا للاتفاقيات القانونيه المنظمه ليه، مصر بتشتغل عليه وبتحاول ان هي تخلي كل الاطراف تلتزم بتقرير المكتب الفني. لما شايفه ان هم بيحاولوا يتملصوا من تقرير المكتب الفني انت بتحاولي تقول لهم طب نجيب البنك الدولي يدخل شريك وصندوق النقد، يبصوا ايه اللي بيحصل، يشوفوا الدنيا فيها ايه، يشوفوا اللي احنا بنعمله ده بنعمله صح، اللي احنا بنعمله ده بنعمله غلط. فدولة بتتعامل بهذا المنطق مش هتسمح ان هي تستخدم قواتها المسلحة لتهديد المباشر لهذه الاطراف او لهذه الدول، لان مصر مش دولة عدائية، لكن تبقى هذه القوات هي الحصن الحصين والمانع امام اي تهديد ممكن يمس الامن القومي المصري. ختاما لحوارنا يا استاذ احمد، حكاية وطن على مدار 3 ايام حاول ان هو يقدم صورة شاملة لما تحقق حتى تكون في يد المواطن يحكم عقله من خلالها، إلى أي مدى هو نجح في ده؟ بصي المواطن عليه ان هو 3 ايام اولا مش كفايه. انت عشان تتكلمي على 3 ايام تقولي ايه اللي حصل في مصر، 3 ايام مش كفايه، كانت محاولة، لكن هي مدعاه للتفكير. يعني خلينا نقول ان ده مدعاه للتفكير. فكروا يا مصريين بقى، انتوا اهو كل حاجه اتقالت قدامكم، ولاول مره يتم توضيح ابعاد في ثنايا حديث السيد الرئيس تتعلق بمصر كانت رايحه فين في 2011 وايه اللي كان بيدبر لمصر في 2011 صحيح. ومصر راحت فين بعد 2011 ومصر راحت فين في 2013. انا بفتح لك عينيك، في قضايا ما كناش بنتكلم فيها، انما جاء الوقت اللي المصريين لازم يفهموا ايه اللي كان بيحصل. فهي مدعاه للتفكير ومدعاه اكتر لثقه الرئيس في المواطن المصري، لان تقدير المواطن المصري دائما مواطن حكيم. خلي بال حضرتك، المواطن ده هو اللي قدر يستحمل القرارات الاقتصاديه الصعبه جدا اللي خدها السيد الرئيس، اللي قدر يستحمل تحرير سعر الصرف اللي الرئيس خدهم في توقيت صعب جدا قبل 11/11/2016، قبل دعوات ثوره الغلابه. قبل الدعوات دي السيد الرئيس خد هذه القرارات يعني في لحظه صعبه جدا.
النتيجة بتاعتها كانت رهان منه على وعي الشعب، على وعي هذا الشعب وعلى إدراكه في مثل هذا التوقيت إيه اللي مخطط للبلد دي تروح فين. فالنهاردة بعد ما عرضت علامات، أنا بعتبر إن إحنا كنا بنتفرج على علامات طول الثلاث أيام، أنت بتتفرج على علامات، علامات لإيه اللي كان بيحصل في البلد، البلد عملت إيه، البلد اتطورت إزاي، كان الكلام واضح وصريح فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان مش حقوق سياسية بس، حقوق الإنسان حقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق حق المرأة في ممارسة حياتها بصورة طبيعية، حقك إن محدش يتعرض لك، كل دي أمور كان لازم تبقى قدام المواطن تفتح دماغه اكتر. واتصور ان كل مجمل المؤتمر اذا حد كان عايز يركز معاه قوي اكيد استفاد جدا، واكيد ابتدي يفكر في بكره بصوره مختلفه. اشكرك جدا استاذ احمد ناجي، أهم حلقه تحرير مجله السياسه الدوليه، واشكركم مشاهدينا على المتابعه، والى اللقاء.